الوغ لي غلامور كلكم غادي تسالوا اشنو حطيت لكم في هذاك الساك. فالساك فيه ليس لا نوفيل كوليكسيون ولا فيه دي نوفو موديل اريفاج جديد زوين غادي نحطو لكم ان شاء الله في العيد. سينو اشنو بغيت نقول لكم اخر؟ كنتو كتقلبوا على لي تيشيرت الكليان ديالنا اللي ما عرفش كيتقدم عندنا مرحبا به، اللي ما عرفش كيتقدر لي تيشيرت وصلوا الناس نتاع مراكش طيروا لي تيشيرت كبار اعراض راه وصلوا مرحبا بكم. الوغ البنات هذا الموديل هذا فيكو باقي ليا فيه 4 بياس، فقبل من العيد قررت انني نفرح البنيات ودرت فيهم الصوب. غادي يبقاو 800 درهم او ديو 1200 درهم، حيت لكم 400 درهم سكي في زيرو الرباح وقل من الربح ديالو. فايغاست اون اون بلو، كاينه وحده في المارون وحده في الفيولي، المهم باقي لينا اون كولور دو شاك. مرحبا بكم، ما عرفتش شحال ضمن هذا الزين وهذا الفريط الفراعي. مرحبا بكم، بيزوات لي غلامور نوفو موديل اللي وصلنا اليوم. ف كاين في لو فيغ كيما كتشوفوا لي زونسومبل اللي عودتكم دائما تلفر نتاع الفرعي خفيفين كتقدر تلبسيهم في الصيف اي في هاد 2016 اللي حنا فيها. هذيك ان موتيف من هنايا لو بونطالون كيجي طالع بحال هكا بالدف، وعندي الموديل الاخر اورانج بهاد ستراس بحال هكا، موديل فريمون زوين لو بونطالون اللي كيجي بحال هكا. ف كيجيكم هاد لي كولور البنات نتاع الفرع ديال الفراعي كيجيكم هاد الباس. غيستي كونيكتي لانه لي ستوري باقي مطولين وباقي اليوم طلع عليكم النهار كامل. لي غلامور ان نوفو موديل فاش في لي شوميز تاع 2016 زوينين بصراحه، هادي تلبسيها في الصيف وتلبسيها في الشتاء، لانه في الصيف تقدر تلبسيها بحال ما كتحلي لها لي مونش ديالها وتتنيها، كتجي فريمون تري تري شيك سورتو كو لا تيكستور ديالها بارده. فمريتها لكم بهذا البنطلون اللي حتى هو باي غلامور، لي شوسور باي غلامور. قولوا لي لو لوك كيفاش جاكم، كاينه طبعا في اون اوتر كولور اللي هي اورانج، عرفتش كي كيبان لكم في الكاميرا، كاين هذا تاع اورانج فونسي والموديل ها هو. بارتي موديل اخر هاد النوبة من 38 ل 58 سيتادير لي بيغ سايز، ما عليكم الا تلتحقوا بموقع غلامور وفين كاينه غلامور سواء مراكش او كازا لي فيزون بارتو. شوفوا لي الفرع نتاع الفراعي تاع لي زونسومبل كيجي هكا زوينين، ان بونطالون كاجوال شيك سورفيت لي تقدر تلبسيها مع صندل بحال ما هكا، كذلك تقدري تلبسيها مع دي باسكيت. فما كايناش كو فهاد لاكولور، كاينه حتى فهاد لاكولور هادي. شوفوا غوج غوز بالنوار، شوفوا البنطلون، شوفوا الثوب كيفاش حريري وكيفاش زوين الفرع ديال الفراعي. فخاستي كونيكتي لي ستوري باقي مطولين. دابا البنات انا الخونسومبل ديال الفرع هاد النوبه هادي اون كارو بونطالون با ديف بالسمطه ديالو كيجي بحال ما هكا، تيجي دير دي جولي فيس افيك لا فيس ديالو لا فيس شوميزي كيما كتشوفوها فريمون زوينه. وجبتو لكم في دو كولور، فهاد روز بيبي اللي تمشى لي مزيان وزوين غاسل بفاصون. شوفوا البنات بقاو من هادو شي دو ولا ولا اون بيس. فهاد لي موديل هادو الطايات راه سي دي طاي اللي كبار غادي حتى ل 58 فما عليك الا تلتحقي في باقيه الموديل. لي غلامور الو ان نوفو موديل قرب ليا، شوفوا الحرير الحرير، شوفوا الثوب ديال لا شوميز كيفاش داير كيفاش كيطيح، ماشي فاش كنشوفوا لا شوميز كم كيما دائما كنقول لكم كنوصلكم كنقولوا بلي راه شتويه ولا سخونه علينا نو. فكنكونوا خدامين كنبغيو نشوفوا شي حد ميتي ولا شي حاجه ضروري ما لبسوكم صافي تري شيك اي تري كلاس بالنسبه لاون فا. فمريتها لكم بهذا لو جين كلاسيك سامبل بلون با ديف قصير من التحت من اللور كي يغسغ لي فيس لا شوميز هي باش تعرفوا كيفاش الحد ديالها. تبغي نوريكم الا بغيتي تخرجها على لو بونطالون كتجي بحال هكا، فتقدري ديري لها هكا كاين بوتيت سانتور ديال رقيقه كتجي تاهي زوينه. لي صندال تا هما طبعا باي غلامور، فمرحبا بكم معنا ريستي كونيكتي باقي نصور لكم دي زوف موديل. لي غلامور الغوز لا لا الغوز ومن لا يعشق الغوز، شوفوا التوب كيفاش داير، شوفوا لا تيكستور ديال لي شوميز كما
كيما ملفكه كيما العاده لي شوميز وحده كتنسلك في الاخرى. عندي بلو دو 100 موديل في لي شوميز فما يمكنليش نصور لكم كلشي. دوك لي صورت لكم ديك لا سومير باقي فيهم اون او دو بيس. فدروك قررت باش نصور لكم الاخرين. شوفوا لا شوميز كيفاش دايره. بداية درت لكم عاد لو بونطالون بلون لي ما عندكش البنطلون البلون ضروري ما تمشي تشري لانه كيجي مع كلشي سورتو دروكا في الصيف لي زيسكارفان طبعا الفري ديال الفراعي طب خاص يكون كثير. باقي لي ستوري مطولي لي كلامور. شوفوا هاد الزين هاد الفري ديال الفراعي تاع لي شوميز. شوفوا لا شوميز كيفاش دايره. شوفوا التوب كيفاش داير. الفري حريريه زوينه من هنايا. شوفوا الديكور كيفاش داير. كتسد بحال ما هكا كتجي تري شيك مع الديباردور ديالها من التحت اللي كيجي على هذا الشكل قطني حتى هو وكتجي هي بحال ما هكا. ديرها كبيره لي صفا لا تاي ديالي حيت جو بونس كو باقي فيها كو دو بيس. فوالا مرحبا بكم. غادي نخليكم هنايا اليوم بالنسبه لي ستوري ديال اوجوردي. عندكم شويه لي سوربيت اللي حطيت لكم البارح. عندكم لي شوميز. عندكم لو بونطالون. عندكم لي زيسكارفارات لقاوهم في تشوز باي غلامور. ما عليكم الا تلتحقوا بوتيك غلامور بالنسبه للناس اللي كيقلبوا على لي تيشيرت لانه مازال ما عنديش استعداد اني نصورهم. مرحبا بكم بزويت غلامور نيات. قبل ما نجي واحد الكليان شوفوا هاد لاغوب كيفاش دايره. عاد تطبقوا لنا امخيمي زوينه كيجي في وسط منها جنابها ما قدامها. المهم هكا الحزام كدير لا يا هكا وكتجمع الحزام الله كتجي بحال هكا بالفتيحه يا كدير لها بحال هكا. وانا جنا بريفير كوم سا وكدير الحزام بحال هكا. كيجيكم هاد الفرع ديال الفراهي. باسي اون بون جورني ودوزو دروكا لي كوموند في لي نيمورو اللي عندكم في لي دو باج لي غلامور. كدليتو لاباس عليكم. عرفتي انا عيت جيت نوريكم لو لوك ديال اليوم. الوغ هاد لا شوميز فيست مع لو بونطالون سي باي غلامور بوتيك كازا ماشي مراكش. بوتيك كازا البنات فوالا. فتقدروا تكوموندو من البوتيك مراكش حتى هو بالنسبه للكليان اللي مولف مع البنات نتاع مراكش. مي لو بونطالون كاين في كازا اي في مراكش ولكن هاد لا فيست شوفوا كيفاش دايره. بوتيك كازا. فدرت لها انا دي صوندال بحال هكا فوالا. درت ان بوجي ان تيشيرت بلون سامبل مون بيبي جديد وصافي. ودابا لي غلامور. شوفوا هاد اللون هذا مع السنيبلا طبعا حتى هي من لاباج تشوز باي غلامور وشليبا. شوفوا كيفاش دايره. اثمنه جد مناسبه كلهم مخدومين باليد. دابا شوفوا لي جليبا بالقميص فشويبه عشاق شويبه ولا عشاق البلو سيل مع الراندا بلي كولور. كتجي مخزنيه القميص ديالها حرير ساتان دو سوا كيجي فن